السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخوتي، إن شاء الله نكمل وياكم اليوم ومحاضرتنا الثانية في التحليل الرياضي. أخذنا بالدرس السابق أثبتنا أنه جذر 2 مو عدد نسبي. أثبتنا بالدرس السابق أنه جذر 2 هو لا يمكن كتابته على شكل بسط ومقام، يعني ما لقينا M على N نقدر نكتبهم بحيث شي يساوي اللي جذر 2. اليوم راح شو نسوي؟ راح نقول احنا لو طبقنا نفس المبرهنة فرضا نقول بروف او نقول لثيرم مثلا for every P ينتمي للكوشنت نمبر، يعني لكل عدد نسبي مو هيجي then لا مو هيج خل اصيغها، هواي صياغات نقدر نصيغها بس احاول اصيغها انا باسهل صياغه. لا مو هيج، عفوا اريدت امسح. نقول there is no P ينتمي للكيو، يعني ماكو عدد نسبي يتكون بسط ومقام such that ال P يساوي جذر 2. P شي يساوي؟ ال P يساوي جذر 2. اوكي، اقترح علي انطفي الجستشر اللي انا ايش قد دورت عليه بالايباد ما لقيته، هو هسه اقترح علي انطفي من وحده هم نعمه. نقول نريد نثبت انه there is no p ينتمي للQ such that، يعني ماكو عدد نسبي، وتعرفون هاي شلون امس برهناها. اذا نريد نعيد البرهان مالتها بصوره سريعه جدا يعني توضيحيه، ممكن اذا تتذكرون قلنا البروف مالتها شلون راح يكون بهالشكل، راح نقول ليت البي يساوي لي ام، نفس القضيه البي يساوي لي ام على ان، خوش حكي. وبعدين نقول له اسوم نفس الفكره بالضبط، اسوم انه الام على ان يساوي لي جذر 2، ونكمل نفس البرهان مالتنا ونحصل على نتيجه معينه انه الام على ان بهن كومن فاكتور، واذا بهن كومن فاكتور فهن شن ما يفيدنا. احنا اليوم مو هذا الشغل اللي راح نسويه، اليوم راح نسوي شغل اثقل من هذا شويه. زين خلوا نروح، يعني نريد هسه احنا شو نقول له؟ نقول له انت تدور لك على خط الاعداد، هذا خط الاعداد، هذا خط الاعداد مالتي هنا، هذا الصفر، وخلينا نقول هنا جذر 2، هاي جذر 2. احنا نريد نقول انه لا يوجد عدد مكون من بسط ومقام، لا يوجد عدد بي، هذا البي ما موجود، وين بلي كيو؟ خوش حكي، جاي ندعي هالادعاء، جاي نسوي كليم ادعاء، نقول ماكو بي لا ينتمي للكيو such that او there is no بي، بحيث ان هذا البي يساوي جذر 2. زين اذا البي يساوي جذر 2 معناها اذا ربعنا الطرفين معناها بي تربيع شي يساوي لي يساوي لي 2، يعني هناش جاي يقول انه ماكو عدد مكون من بسط ومقام بحيث ان تربيعه شي يساوي لي 2. ما راح نلقى عدد مكون من بسط ومقام تربيع شي يساوي عندي 2 ابدا، يعني ايش ما تدور بالاعداد المكونه من بسط ومقام اللي هي الاعداد النسبيه ما راح تلقى عدد مكون منين، ما تلقى تربيع يساوي 2. نفس يعني هاي هذا الادعاء هو بالضبط نفس هذا الادعاء، نفس هاي المبرهنه اللي حليناها امس، بس اليوم راح نحلها بطريقه شويه اكثر تطور، وهي طريقه من نحل بيها ونخلص لنا بيها نص ساعه، مو يعني نريد خلينا نقول عجبتنا طريقه ونحل بيها، لا اكو سبب معين يهيئنا للدروس السابقه. زين احنا حاليا نريد نفحص
خوش حكي انه او نريد نثبت انه ماكو هيك عدد. زين راح نشتغل على التربيع. يعني احنا هنا راح نفرض شنو هو، نقول له اذا احنا اذا عندنا هنا جذر 2 موجوده، خوش حكي، انا ادور على اليمن، ادور على الاعداد اللي بصفها منا، على الاعداد اللي بصفها منا، وعلى الاعداد اللي بصفها منا، بحيث هاي الاعداد ايش بيها موجبه هذا الصفر. راح اشتغل على اليمن على هذا المقدار فقط، او على هذا الجانب الايمن فقط، بس انا ما راح اتعامل ويا من، انا ما راح اتعامل ويا ال 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 البي، هل اكو بي يساوي الجذر 2 ولا، راح اتعامل بنفس الفكره، يعني راح اتعامل ويا امور موجبه، راح اجيب الجذر 2 والعفو راح اجيب الاثنين وراح اشتغل هم اكبر من صفر، يعني هذا الواحد هنا وهذا عندي الاثنين، وراح افحص شنو اللي افحص، راح افحص الاعداد اللي على جانب الاثنين منا، وراح افحص الاعداد اللي على جانب الاثنين منا. هاي الاعداد اللي على جانب الاثنين وجانب الاثنين هاي منية كيو، هاي الاعداد نسبية، كلها اعداد نسبية. راح اسمي الأعداد النسبية، طبعا هاي الأعداد هنا نسبية وهاي الأعداد هنا نسبية، وأنا أدور على عدد نسبي بي تربيع بحيث البي تربيع تساوي 2، أدور على عدد بحيث البي تربيع شو تساوي، تساوي 2. هاي المجموعة راح أفرضها أي الأعداد النسبية اللي على الجانب الأيسر من الاثنين، وهاي المجموعة اسمها بي اللي على الأعداد النسبية اللي قريبة على 2 من جهة اليمين، يعني هاي الأعداد المجاورة للاثنين من جهة اليسار، هاي الأعداد النسبية المجاورة من جهة اليسار، وهاي الأعداد طبعا هي خط، بس خط، بس هذا الخط، دير بالكم مو رسمتها دائرة، بس أريد أوضح هي بس هذا الخط. إذا الإي والبي. زين هسا إيش راح نعرف؟ راح نعرف نقول له بالبداية إذا نريد نحل تعريفنا ونشتغل، نقول له define A شو تساوي لي؟ تساوي لي كل البي تنتمي الملي لكيو، وطبعا اكبر من صفر، بحيث ان البي تربيع اللي تربيعها اصغر من 2، وترى البي اكبر من صفر. زين وراح نعرف مجموعة ثانية اللي هي بي، اللي هي كل الاعداد اللي اكبر من صفر ونسبية، خوش حكي، والكيو كيفنا، طبعا ترتيبنا بكيفنا ما يضر، وتنتمي الملي لكيو، بحيث ان البي تربيع اكبر من 2. يعني هسه ايش عرفت انا؟ عرفت الاتي، ارجع لكم لهنا، عرفت انه هاي الاعداد النسبيه، خل اجر خط مره ثانيه، اكو عندي هنا رقم 2 واكو اعداد نسبيه بحيث تربيعها اكبر من 2، هاي منا لنا هذا خط الاعداد، كل الاعداد النسبيه تربيعها اكبر من 2، وهاي الاعداد النسبيه اللي تربيعها اصغر من 2، هاي رمزت لها المجموعه اي وهاي رمزت لها المجموعه بي. زين هنا ايش نريد نسوي؟ اللي نريد نثبته هنا، الخطوة الأساسية اللي يريد نثبته هنا، أنه أريد نثبت هاي المجموعة، طبعا هاي المجموعة لا تحتوي هذا نسميه بعدين، راح نسميه lower bound، هاي المجموعة لا تحتوي على أصغر عدد، يعني ما بيها عدد أصغر، يعني ما تجي تدور العناصرها كلها ما تلقى أصغر عدد، يعني يا عدد تلقاه يقول لك أنا أصغر واحد، بس هذا اللي يدعي تلقاه كاذب، أكو أصغر منه، ويجي هذا الأصغر منه تسأله يا بنت أصغر واحد بمجموعة بي، يقول لك نعم أنا أصغر واحد بمجموعة بي عفوا، بس بعدين هم يطلع كاذب أكو أصغر منه، فلذلك نقول مجموعة بي لا تمتلك أصغر عدد. ونجي نبحث بالمجموعة المطلوب، هذا المطلوب، ونجي نبحث بالمجموعة أي نلقاها ما تمتلك أكبر عدد، طبعا ما تمتلك أكبر عدد جو الثنين، لأن احنا متفقين الثنين نريدها بي تربيع تساوي الاثنين، هنا راح يصير عندك بي تربيع أكبر من الثنين، وهنا راح يصير عندك بي تربيع أصغر منين؟ أصغر من الثنين. فاحنا ايش راح نسوي بهالبرهان؟ راح نثبت لا يوجد عدد نسبي مكون من بسط ومن مقام بحيث يكون أكبر من الثنين، ولا يوجد عدد، أو مو هيجي، العفو، مو هيجي، مو هيجي، العفو، مو هيجي الصياغة، صياغة الأولى كانت خاطئة. نقول مجموعة الأعداد النسبية اللي تربيعها أكبر من 2 لا تمتلك أصغر عدد، ما بيها أصغر عدد، نعم بيها هنا بس ما بيها أصغر عدد. ومجموعة الأعداد النسبية المكونة من بسط ومقام التي هي أكبر شوف 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 العفو، التي هي أصغر من 2، مجموعة الأعداد النسبية المكونة من بسط ومقام أصغر
اللي مربعها يكون أصغر من 2 لا تمتلك حد أعلى أو لا تمتلك عدد أعلى. إذن أريد أثبت البي ليس فيها أصغر عدد، وأريد أثبت أن الأي ليس فيها أكبر عدد. هذا غايتي بالبرهان. زين، بعد ما عرفت المجموعة أي وعرفت المجموعة بي، هسه إجت الخطوة شو أسوي؟ هسه إجت الخطوة أريد أثبت أنه هاي المجموعة، طبعا دائما أتحير بالألوان يا لون أكتب بي. زين، هسه إحنا شو نريد؟ نريد خلنا نقول نبدي بالعناصر مال أي، نبدي بالمجموعة أي. وش نقول؟ نقول إذا لكل عنصر من عناصر أي، بما أنه خل أرسم الرسم هنا ونشتغل، لازم أحط العدد ويكون واضح عندنا. هاي الاثنين وهاي مجموعة بي، مثل ما تعرفون الأعداد الأكبر، الأعداد اللي تربيحها أكبر من 2، وهاي المجموعة أي اللي أعداد اللي تربيحها أكبر من 2. راح نشتغل هسا على المجموعة أي بالبداية. إيش راح نقول؟ نقول إذا لكل عدد بي ينتمي للمجموعة أي، احنا نقدر نلقى كيو هم بهاي الاي، بحيث ان الكيو اكبر من البي. يعني هاي البي مو ما لها كبير، احنا مو دعينا البي ما لها كبير. معناها شنو اذا المجموعة ما لها كبير؟ معناها الاتي، معناها راح نقول لكل بي ينتمي للاي يوجد كيو هم ينتمي للاي، such that الكيو اكبر من البي، كيو أكبر من البي. زين، أو لكل، راح نشتغل على المجموعة بي، راح نشتغل على المجموعة بي. هسه هاي الدعاء لها صح وهاي الدعاء لها صح، يعني معناها شنو هو هاي المجموعة؟ هاي معناها المجموعة أي مالها كبير. هسه نجي المين نريد نقول شلون إحنا نوصف المجموعة بي مالها كبير. لكل بي ينتمي للمجموعة بي، ترى راح نلقى عنصر كيو، نسميه كيو لو نسميه أي عنصر، خلينا نسميه كيو، بس إحنا هنا كيو افترقت عندنا يعني بجوابنا، أهم خلينا نسميه كيو. يوجد عنصر كيو هم ينتمي للبي، such that ترى البي الكيو أصغر منين؟ أصغر من البي. آسف، الكيو أصغر منين؟ أصغر من البي. يعني هنا هاي المجموعة بي مالها صغير، يا عدد بي يقول يا عدد بي نلقى كيو أصغر منه، يا عدد بي نلقى، شوف يا عدد بي نلقى كيو بحيث الكيو أصغر منه. يعني هاي مجموعة مالها صغير، لا تمتلك أصغر عدد، أو لا تم نعم لا تمتلك أصغر عدد، خلي نسميها هيك، بعدين راح ناخذها غير شيء، نسميها الأبر باوند واللور باوند، بس هاي تهيئات إلها حتى نعرف الأبر باوند واللور باوند منين إجن وشلون يتحققن. وهنا نقول المجموعة أي لكل عنصر بيها نلقى عنصر أكبر منه، يعني المجموعة أي مالها كبير. زين، هسه هذني الادعاءين خليناهن، ايش راح نسوي هسه؟ احنا راح نشتغل كالاتي. زين، احنا اللي نريده شنو؟ نريد هذني زين، شوف شلون نبدي. راح نربط بكل عدد بي موجود بحيث البي أكبر من صفر، راح نربط عدد معين حتى نثبت ذني للدعائين وحتى نوضح ذني للدعائين. راح نقول لكل بي، راح نقول لكل، هذا مخش لون، راح نقول لكل بي أكبر من صفر، لكل بي أكبر من صفر، سواء كان البي أكبر من 2 أصغر من 2 ما عندي أي مشكلة. راح نربط ويا عدد اللي هو العدد كيو، راح نسوي أسوشيت ويا، نخلي بحيث هذا الكيو شي يساوي، يساوي لبي ناقصين بي زائدا 2، بي تربيع ناقصا 2. وإذا جيت وحدت المقامات، هذا مقام واحد، وحدت المقامات إيش راح تلقى؟ راح تلقى كيو شي تساوي، النتيجة مالتها تساوي 2 بي زائدا 2 بي زائدا 2. طلعنا قيمة من؟
طلعنا قيمة الـ Q. إذن هسه الخطوة الأولى اللي سويناها associated، يعني ربطنا مع كل P أكبر من صفر ربطنا Q، وهاي الـ Q خوش حشي المفروض هم تكون أكبر من صفر. هسه شنو اللي راح نسوي؟ راح نسوي الآتي، راح نقول له يا بي خل نلقى Q تربيع ناقصا الـ A، نشوف شنو اللي يطلع. نجي إذا تقول له Q تربيع، عفوا Q تربيع ناقصا 2، كيو تربيع ناقصا 2 شنو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الآتي يساوي، إذا جبت هاي الكيو ربعتها باوع لي هاي الكيو ربعها وطرحها من الثنين، إذا نخليهن عليك ما أسويهن أنا، تجيب هذا العدد كيو، يعني هذا شوفه هذا من هنا هذا تربعه وتنقص منه 2 توحد مقاماته راح يطلع عندك الناتج هيك، راح يطلع عندك الناتج P زائد 2 الكل تربيع ويطلع عندك 2 P تربيع ناقصا 2. طبعا هذا السؤال محلول بالكتاب وتلقونه موجود بالكتاب محلول، بس أنا أحاول أبسطه لكم حتى يصير أسهل، وبي بعض الأخطاء المطبعية أخطاء مطبعية فأعتقد هنا يكون أوضح عندك. زين هسه هنا ايش راح نسوي؟ راح ندرس حالة البي، هاي صار عبارة عن عدد كيو وراح ندرس حالة العدد بي. زين هسه لو كان راح عندي حالات اف لو كان البي ينتمي للاي، اوبس ينتمي للاي، لو كان هذا العنصر اللي هنا شوف ايش عندي انا هسه طلعت عندي، شوف هاي كيو ينتج لي منين؟ من بي، اعوض بي هنا باوع اعوض بي هنا وهنا، ايش تطلع لي النتيجه؟ تطلع لي النتيجه كيو مثل الفانكشن مثل الداله. يعني يقول لك اف بي موجوده بالاي، اذا البي موجوده بالاي، الاي شنو تعريفه؟ تعريفها جميع الاعداد اللي اصغر من 2، جميع الاعداد اللي اصغر من 2، نرجع شوي لفوق، الاي مجموعة الأعداد اللي أصغر من 2، خليني هنا أكتبها لكم همه، هنا هاي جذر 2، العفو ما نشتغل على جذر 2، قلنا نتعامل ويا 2 ويا الحلول. زين هاي مجموعة A، هاي مجموعة B، مجموعة A كل الأعداد اللي اللي تربيحها أصغر من 2، ومجموعة B كل الأعداد اللي تربيحها أكبر من 2. فراح نجي للحالة أولى نقول له if P، إذا كانت عندك ال P تنتمي لل A then، أو نقول يؤدي إلى، معناها البي تربيع إذا نقصتها من 2 راح يطلع أصغر من 0. ليش؟ لأن قيمة هاي العناصر اللي بأي أصغر من 2، فمن أنقصها 2 المفروض إيش يطلع الناتج؟ أصغر من 0. هذا إذن المعادلة هاي الفوق، هاي المعادلة الفوق، إذا بي تربيع ناقصا 2 أصغر من 0، إيش راح تنتج من هاي المعادلة الفوق؟ راح تنتج الآتي، راح تنتج أن on this shows that منين show أنه أكبر الـ Q أكبر من P. من هي هاي؟ منين جبناها؟ جبناها من هاي المعادلة، جبناها من هاي المعادلة. يعني هسه انت بما انه البي تربيع ناقص 2 اكبر من 0، وانتم تعرفون هاي ايش راح نطلع من عندها، بي تربيع ناقص 2 اكبر من 0 معناها شنو؟ معناها من هاي راح نحصل انه البي تربيع اصغر منين؟ البي تربيع اصغر من جذر 2. فاذا تعوض هاي فوق، هسه انت اذا تعوض هاي فوق ايش راح تحصل؟ راح تحصل من هاي المعادله انه الكيو اكبر 2. زين هاي المعادله الثانيه، شوف هاي خلينا نسميها معادله 1 وهاي معادلة 2، هيك بينات معادلة 1 ايش طلعت لنا؟ طلعت لنا هاي، حصلناها منين؟ حصلناها من معادلة 1. هاي منين حصلناها؟ حصلناها من معادلة رقم 1، من هاي، من هاي من معادلة رقم 1 حصلنا هاي النتيجة. زين المعادلة الثانية ايش راح تطلع؟ and معادلة رقم 2 shows that، هاي يمتى؟ هاي من ناخذ ال P تنتمي لل A، نحصل P تربيع ناقص 2 أقل من 0، من عدها هاي النتيجة إذا عوضناها هنا وإذا درسناها هنا إيش راح نحصل؟ راح نحصل الآتي، راح نحصل أنه هاي ال Q إيش بيها؟ أو أنت ببساطة يا أخي خليني أسهل عليكم، ليش هيك شيء؟
خلينا نسهل عليكم. اللي راح نسهله انه بي تربيع ناقص 2 اصغر من 0. بي تربيع ناقص 2 اصغر من 0 يعني هذا الناتج ايش راح يكون هنا؟ هذا راح يكون سالب. زين، سالب في السالب موجب، اذا البي راح انقص منها عدد موجب. زين، الكيو تساوي للبي ومنقصين منها عدد موجب. باولي الكيو راح تصير تساوي للعدد بي على وضعيته وراح ننقص منه عدد موجب. اذا هاي المعادله رقم واحد ايش حصلنا منها؟ حصلنا انه الكيو صارت اكبر من البي لان الكيو صارت العدد بي ونقصنا منه فد شيء موجب. زين، المعادلة 2 ايش راح نحصل من عندها؟ المعادلة 2 راح نحصل من عندها ان كيو تربيع راح تكون اقل من 2. كيو تربيع ايش راح تكون؟ اقل منين؟ اقل من 2. ليش؟ المعادلة 2 راح نحصل من عندها انه هذا المقدار مو سالب، افرضه سالب، افرضه سالب كي ببالك لانه اصغر من صفر، افرضه سالب كي. عوضه هنا، هنا وين تعوضه؟ تعوضه هنا سالب كي، سالب كي على عدد موجب راح يطلع سالب. اذا هذا المقدار ايش بيه؟ اذا هذا المقدار سالب. اذا عدد موجب منقصين من عدد موجب وطلع لعدد سالب، معناها انه هذا العدد الكيو تربيع اقل منين؟ معناها اللي نفهمه انه ترى الكيو تربيع العفو اقل منين؟ اقل من الاثنين، لان نقصنا كيو تربيع ناقص 2 وش طلع الناتج؟ طلع عندي سالب. اذا استنتجنا الآتي. إذن المعادلة الأولى استنتجنا من عدها أنه الكيو أكبر منين؟ من البي. والمعادلة الثانية استنتجنا من عدها أنه الكيو تربيع أقل من 2. هذا الحكي المن لكل عنصر ينتمي للأي. إذن هسه من هاي الخطوات استنتجنا الآتي، لكل عنصر ينتمي للأي إيش راح نحصل؟ فإن هذا العنصر تربيع ناقص 2 يطلع سالب كل مجموعة أي. هذا الكلام يصح على كل عناصر مجموعة أي. راح نحصل بي تربيع ناقص 2 أقل من الصفر، وبعد شو نحصل؟ نحصل الكيو أكبر من البي، وش نحصل بعد؟ نحصل أنه الكيو تربيع أقل من 2 أقل من الاثنين. خوش حكي. إذا ايش حصلنا؟ الكيو دائما أكبر من البي، يعني هذا العدد بي ما ناخذه اكو اكبر منه. تلاحظ هاي النتيجه لو ما تلا انا اشر بالقلم، بس مرات ما انتبه انا اشرتكم انتم تشوفوني. ايش حصلنا النتيجه؟ لكل عنصر بي ناخذه حصلنا النتيجه انه دائما اكو عنصر كيو اكبر منه. وهاي الثنين اي عنصر ناخذه كيو اي بي ناخذه، فان الكيو دائما اصغر من 2. الكيو تربيع دائما اصغر من 2، دائما اصغر من 2، مستحيل تصل الى من؟ مستحيل تصل الى المساواه. زين، هسه نروح المن، نروح للحالة الثانية، نروح للحالة الثانية. نقول له if P ينتمي المن للبي. إذا حصلنا P ينتمي للبي، خوش حكي، خلينا نرجع نكتب معادلة رقم واحد، نرجع نكتب معادلة رقم واحد اللي هي تساوي لـ Q تساوي لـ P ناقصا P زائد 2، وهنا بي تربيع ناقصا 2. هاي معادلة رقم واحد كتبناها من جديد، ونجي المعادلة رقم 2 اللي هي كيو تربيع ناقص 2 شي يساوي لي. هسه تقول لي شنو كيو؟ شنو انت مطلع اعداد من يمه؟ اقول لك لا، هاي فقط اعداد يريد يوضح لك انه يعني هي الكيو والبي هن اعداد يريد يربط علاقة بعلاقة لا اكثر ولا اقل، فقط انه فرض الكيو هو عدد البي ومنقصين منه شوية، وهنا طلع الكيو تربيع. انت منها يعني بالرياضة بنقول منقصين، مو شرط منقصين، احتمال مزودين، يعني تزود حط له اشارة سالب يصير مزودين، ما عندنا شيء يعني تنقيص. زين، يا اريد اخذ لشيء لون جديد. زين، هسه ايش راح نحصل من هاي النتيجة؟ اذا البي ينتمي للبي معناها ايش راح نحصل؟ زين، خلنا نرسم هنا الخط فدنو. هاي عندك هنا الثنين، وهاي عندك عناصر البي هنا اللي هن كلهم بي تربيع، وهنا عناصر الاي، هاي عناصر البي وهاي عناصر الاي اللي كلهن هنا بي تربيع. يقول اذا عنصر البي اخذته ينتمي لمن؟ اخذته للبي، معناها راح تحصل انه البي تربيع منقصين 2 اكبر من 0، لان هاي الاعداد اللي على اليمين كلها اكبر من 2، فالناتج راح يكون اكبر من 0. معادله رقم واحد، طبعا هي بالكتاب 3، معادلة رقم واحد ايش راح نحصل معتها؟ هذا العدد موجب، هذا العدد موجب راح نعوضه وين؟ نعوضه هنا مكان هذا العدد الموجب، فصار هذا عدد موجب،
فصار الـ Q يساوي لـ P اللي هو عدد موجب، منقصين منه عدد موجب، فش راح نحصل؟ راح نحصل دائما أنه الـ P نقصنا منه يلا صار Q، معناها راح نحصل الـ P أكبر منين؟ من الـ Q. راح نحصل الـ P أكبر من الـ Q. حلو، هاي النتيجة الأولى حصلناها. بعدين الخطوة الثانية عندنا ايش راح نسوي؟ الـ P تربيع، هذا الـ P تربيع ناقص 2 إذا يعني موجب، إذا عوضناه نا في 2 موجب على موجب موجب، النتيجة الثانية اللي حصلناها أنه Q تربيع ناقص 2 دائما أكبر منين؟ دائما أكبر من صفر. ومن عدها نحصل أنه الـ Q تربيع دائما أصغر منين؟ العفو، دائما أكبر من 2. هسه شنو اللي صار؟ النتيجة اللي وصلنا لها، النتيجة اللي وصلنا لها حاليا، خوش، نتيجة اللي وصلنا لها حاليا، قلنا يا به احنا اخذنا مجموعة الاعداد النسبية، مجموعة البسط والمقام وجبناها، خوش حكي، وجبنا هذا العدد اللي هو 2 اللي ممكن انا اجيب لك مبرهنة بالامتحان، استاذك يجيب لك مبرهنة بالامتحان هذا 2، وفرض كل الاعداد اللي بيهن بسط ومقام هنا سماهن اي، وجاب كل الاعداد اللي بيهن بسط ومقام هنا سواهن بي، خوش، اراد من عندنا، راد يلقى له عدد هنا بي أو هنا بي مكون من بسط ومقام، هذا مكون من بسط ومقام وهذا مكون من بسط ومقام، راد عالج تعب حاول يلقى عدد بي بحيث أن البي يساوي لي 2، ماكو، لا يوجد عدد مكون من بسط ومقام يحصل هذا الشيء. أخذ الأعداد اللي هنا كلهن فحصهن، طلعت النهاية النتيجة وينها، خل أرجع لها، طلعت النهاية النتيجة، أي عدد لأي عدد بي أخذه تلقى الكيو دائما أكبر من بي، يعني دائما تلقى العدد إش بي، دائما تلقى أقرب، مهما نقول إيه هذا يساوي 2 نلقى أقرب منه، مهما نقول نلقى أقرب منه، وهنا دائما لقى أصغر من 2، يعني لقى عددين، خل نجي لهنا، دائما يلقى اي بي ياخذه يلقى اقرب منه يروح، اي بي ياخذه يلقى اقرب منه، والكيو تربيع دائما اقل، دائما اقل من 2 هنا. يعني احنا صنعنا لنا عدد وموجود عندي عدد، العدد اللي صنعناه لا وصل والعدد الموجود لا وصل، يعني دائما نقترب من 2 بس مش، طبعا هاي تربيع. البي تربيع دائما العدد النسبي اللي أخذنا تربيعه أقل من 2 إذا أخذنا البي. سويت أنا، أوه هاي خطأ، هاي هنا الأي هاي هنا البي، خوش حكي، دائما الأعداد هنا تأخذها يكون تربيعها أقل من 2، وهنا دائما الأعداد اللي أخذها هنا كيو تربيع يكون تربيعها شبي أكبر من 2. ما لقينا عدد تربيع، هاي النتيجة ما لقيناها وما حصلناها نهائيا. هنا شو نريد نثبت؟ نتيجة هذا الدرس اليوم، هاي مبرهنة طبعا، نتيجة هذا الدرس وبرهان هذا الدرس اليوم، نريد، خوش حكي، المبرهنة هاي اللي حليناها ايش اثبتت لي؟ انه الاعداد النسبية او نظام الاعداد النسبية فيه فتحات، فيه شنو؟ فتحات، يعني انت من تجي هسه، من تجي للاعداد النسبية وتلقى هنا جذر 2، تلقى هنا جذر 3، تلقى هنا جذر 4، لا جذر 5، تلقى هنا جذر 7، خوش حكي بالموجبة، هذا في ذني فتحات، ليش فتحات؟ ذني بيهن جابز، ذني ما موجودات، خوش حكي؟ شلون يعني ما موجودات؟ يعني ماكو عندي هنا عدد نسبي يحقق هذا، ماكو عندي عدد نسبي يحقق هذا، فش نريد نقول؟ نريد نقول هاي الأعداد ليست موجودة بالأعداد النسبية، بل موجودة بمجموعة أعداد اسمها مجموعة الأعداد غير النسبية. وشنو النتيجة بعد اللي نريد نحصلها؟ نقول يا با أنت إذا كانت عندك، إذا كانت عندك أي عددين نسبيين، يعني أي عددين بسط ومقام S أو R، أي عددين واحد أكبر من الثاني، فراح تلقى عدد نسبي بيناتهم يا هو اللي هو هذا، معناها مستمرات، يعني أي عددين نسبيين يوجد عدد نسبي بنصهم، هاي غاية المبرهنة الأساسية.
من هاي المبرهنة إن شاء الله راح نستفاد وهواي تعاريف نقدر نعتمد عليها بالدروس السابقة. ألتقي وياكم درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.